السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا دامر القمر. رجعنا لكم فيديو جديد. مقطع يا شباب عبارة عن إيش، كيف تركب مودات للعبة بولي. مرة سهل جدا يا شباب. أول شيء نبدأ بأول مود اللي هو مود التختيم. هو مو مود، هو يعتبر من ملفات عشان تختم لعبة بولي مرة واحدة. أوكي، يعني إذا كنت في توك محمل اللعبة تدخل وتبدأ مهمات، بالملف هذا تقدر تختم اللعبة بسرعة. أوكي، فكيف تختم اللعبة بسرعة؟ تدخلون على البي سي هنا، أوكي، ودوكيمنت اللي هو دوكيمنت أو المستندات بالعربي يعني، وبولي هنا تحصل ملفين. تدخل على الوينر هذا، وراح أحط لكم في تحت في الديسكريبشن، تنسخوه وتحطوه هنا، وكذا خلاص كذا تدخل اللعبة، تحصل اللعبة مختومة عندك. زين، هذا أول شيء. ثاني شيء نبدأ بالمود. عندنا في المود مودين، اوكي. اول مود المود الاسلحة والسكنات، انك يعني سكن جوني، سكن تيد، يعني السكنات حق اللي في الطلاب اللي في المدرسة. والمود الثاني مود حركات القتال، عندك الستايل حق القتال، شوف كيف يتضربون، يطبق عليها نفس الحركات بشخصية جيمي. طبعا نبدأ بحركة القتال. اول شيء تدخل تحصل ملف سكريبت، هذا هو. اوكي، تروح عند اللعبة، تضغط كليك يمين، اوبن فايل لوكيشن او فتح موقع الملف. تروح عند اللعبة، عندك سكريبت، هذا هو. عندك سكريبت اللعبة الاصلية، لا تلخبط بين الملف الاساسي حق اللعبة وملف المود. اذا تبغى ترجع، اذا مثلا اذا استخدمت المود بعدين جيت خلاص خلصت المود، تبغى ترجع اللعبة الأساسية، ترجع اللعبة بالملف الأساسي حقه. فأنت إيش تسوي؟ تسوي كوبي، حلو، وتسوي ملف ثاني، أوكي، عشان ما تضيع الملف بس. أوكي، بعدين كنترول في تنسخها، تحطها هنا عشان ما تضيع بس اللعبة الأصلية. أوكي، هذا أول شيء، هذا ملف اللعبة. نيجي للمود، مود القتال هذا هو، سكريبت، اوكي، هذا على جنب، تنسخها تحطها هنا، تستبدل الملفين الأساسية بملف المود. اوكي، معلش شباب سامحوني عشان في نقطة مهمة جدا انتم ما عرفتوها. عندما تدخل الملف حق المود القتال، في عندك شيء اسمه ريدمي، يعني اقرأني. تنزل تحت، تدخل ملف، تنزل تحت شوية، تحصل من بداية الاكس هذه لين هنا، عندك كل حركات القتال. انا عندك مثلا يقول لك LMB شباب، اكثر لعبة في بعض الالعاب يقول لك حاول تضغط LMB. في بعض الناس ما يعرفون ايش معنات LMB. L اللي هي ليفت، اذا R يعني رايت، ليفت يسار، R رايت يمين، اوكي، يعني بالعربي كليك يمين كليك يسار. بس اذا قال لك LMB يعني كليك يسار، RMB كليك يمين. اذا عندك هنا حركة ريتورن تو جيمي ستايل، يعني ترجع شخصية جيمي، تضغط كليك يسار بعدين حرف الار ترجع شخصية جيمي. اوكي، والحركات حركات القتال، عندك شيفت سي تضغط كذا. فهذا شيء اساسي يا شباب عشان تعرفون كيف يعني ال شو اسمه، اللهم صل على النبي، لوحة المفاتيح، عشان كيف تعرفون تستخدمون حركة القتال بلوحة المفاتيح، يعني هي حروف معينة يعني عشان تبدأ القتال. فهذا راح نشوفها إن شاء الله في الجيم. أوكي شباب، رجعنا لكم وبالمود الحين شغال، كل شيء تمام، عندك علامة الحمضة فوق، بعرف على طول إن المود اشتغل معك. زي ما قلت لكم، ركزوا في علامة الملف حق تقرأني، تدخلوا تعرفون جميع أنواع حركات القتال. أوكي، هذا مثلا حرف الإكس، هذا أول شيء، إنه تضغط إكس تطلع له، تطلع ورا، بس هي مع المود مسوين الإكس إن هي تكسوي الحركة هذه. فكيف تضبط الحركة هذه؟ تمسك واحد كذا حرف الآر، تضغط حرف الإكس، لا هو كذا هو كذا غلبك. أوكي، تضغط عليه مرة ثانية، كذا ضبطت المود.
عندك الأسهم، معلش تمسك هذه تضغط السهم اللي تحت، تسوي حركة، عندك حركة ثانية تمسك الحركة السهم اليسار تسوي الحركة هذه، السهم اليمين تسوي الحركة هذه، ما في طبعا السهم اللي فوق، السهم اللي فوق ما في ما يسوي شيء. اوكي عندك وش ثاني، عندك شيفت بعدين الت تسوي الحركة هذه، انتم شايفين شيفت الت يسوي الحركة هذه، هذا حركة برضو. وعندك شيفت سبيس انك تسوي الحركة هذه. دقيقة، لا هو الحين تعب، شوف شباب اذا تعب رجع شخصية ستايل جيمي. اوكي اذا تعب اضغط كليك يسار وار يرجع لجيمي، عندك الت وار يسوي شخصية روسل، تعرفون طبعا روسل ضخم هذا ويسوي حركات، عندك ار حرف الار يسوي الحركة هذه بشخصية روسل وكذا. اوكي ترجع شخصية جيمي كليك يسار بعدين ار، نرجع لموضوعنا، قلنا شيفت بعدين سبيس اللي هي مسطرة او مسافة، سوي الحركة هذه حق جاكس حق فريق الجاكس، هذه حركة برضو. عندك برضو شيفت بعدين السهم اللي فوق، شيفت السهم اللي فوق يسوي الحركة هذه، شوف كيف كذا. لا دقيقة وما ضبطت، لم تضبط معنا، ضبطها. اوكي شباب، اوكي شباب جينا لكم تسوي تطبق الحركة فهذا شيفت، او معلش بالغلط شيفت بعدين دا السهم اللي قدام. اوكي تسوي الحركة تضربه، ابغى يثبت بس. اوكي تمام، بس معلش اخوي بس هكذا ابغى اجرب الحركة. اوكي وغيرها عندك شيفت بعدين سي، نجرب شيفت سي تسوي حركة البوكسينج. يا اخي مشكلة انه ما في احد يوقف. ايوه شيفت سي تسوي حركة البوكسينج. اوكي هذه حركة برضو حلوة. وعندك شيفت ورايت ارو اللي هي شيفت يمين، يطلع يمين يسوي كذا، هذه حركة الأساتذة، هذه عرفتوها حركة الأساتذة يسوونها خلاص الولد مات كذا، هذه حركة برضو. عندك شيفت بعدين ليفت ال ام بي، ال ام بي تذكرونه ليفت اللي هو كليك يسار، شيفت كليك يسار يسوي الحركة هذه، هذه برضو حركة حلوة. وعندك شيفت وار اللي تسوي حركة جاني، هذه حركة ترى تقتل بسرعة شباب، شوف كيف لو عدت الحركة أكثر من مرة تضغط كل شوية شيفت ار شيفت ار كذا خلاص مات من أولها، يعني من قبل ما تضرب هو مات، شوف ايش جنون مات كذا على طول على طول. اوكي عندك شيفت واكس يسوي الحركة هذه، حركة البوكسينج برضو. دقيقة تعال خليه يكلمني بس كذا عشان اسمه يكلمني، اعطي بوكس كذا من فوق لتحت. اوكي من فوق من تحت لفوق. اوكي على طول بس خلاص انتهى الامر، عشان ما يجي وراي بس ادخل غرفة عشان ما يجي يتضارب معي، لا وتضارب معي. اوكي معلش شباب لازم اضربه يعني مضطر ايش نسوي. اوكي بعدين شفت و قلنا الحركة هذي صح، قلنا الحركة شفت وليفت ارو، لا ليفت ارو كذا، هذه حركة جاني. زين عندك حركة جاني، طبعا الحركة دي ما راح توقف اذا لازم تسوي كليك يسار وار عشان ترجع الشخصية جيمي، عشان ولا الحركة هذه ما راح ترجع مرة ثانية. اوكي ولا ما راح توقف الحركة هذه نهائيا. وعندك كليك يسار وسي تسوي الحركة هذه حركة بس ما ادري كيف برضو، اي لازم يكون معك السلاح هذا اتوقع، جرب ايوه السلاح هذا، هذه حركة المهوس لما كنا نسويها قد سواها الحركة هذه حق القائد اللي شو اسمه والله ما ادري المهوسين يا اخي تعرفون هم يسوون الحركة هذه، بس لازم يكون معك السلاح هذا عشان تضبط الحركة اللي قبل شوي سويناها. وعندك ليفت كليك يسار وتطلع بالسهم اللي فوق، شفت كيف لما رمى متفجرات كذا السهم اللي فوق وكليك يسار يرمي قنابل زي ما انتم شايفين، هذه برضو حلوة. وعندك كمان اللهم صل على النبي كليك يسار بعدين الت كذا، كليك يسار بعدين الت يصير خويك عرفته، لازم تطالع عليه اول شيء عشان يصير خويك بس. وش ثاني المشكله ان انا انسى، في اكثر من حركه بس انسى. اوكي كليك يسار سوى حركه، شوفوا هذه حركه البوكس نفس الحركه، ضبطوا الحركه هذه
اوكي، وعندك رايت الو رايت اللي هو السهم اليمين، بعدين اوت زي ما تشوفون. لا بس هذه الحركه هذه ما تضبط غير لما لازم تمسك واحد كده، هذه بعض الناس يصير عرفتوه مشكله ما يهدى. تعال يا حبيبي ايش فيه، خلاص يا بابا ايش فيه، يخرب بيتك، تعال 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 تعال, تعال. الا لازم خلها شيء ايوه، تعال 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 ما بسوي لك شيء، بس ببلغ عليك تعال. الا لازم نضرب والله دي. معلش شباب اعذروني يعني، لا مضطر مضطر. تعال مات الحمد لله. باقي الشباب معلش يعني عشان اهلي دخلوا علي كذا، يعني تعرفين الاهل ما يدخلوا كذا على طول، ما يعني ما علينا. نرجع الموضوع وش كان، يمين بعدين سبيس. اوكي سبيس اللي يسوي الحركه هذه، تعرفون الناس لما يعصبون على الطالب يمسكون الحركه هذه بلغون الناس. انا ايش اسوي، اسوي الحركه هذه برضو، خلينا نسوي جرب. ايش دخل كذا، انا ايش سويت سويت حركه سويت تيد زبده، سويت تيد. تضغط شيفت، لا عفوا الت، بعدين تحت سوي حركه تيد، الستايل حق تيد حق الجاكس فرق الجاكس، تضغط شيفت يسوي الحركه هذه. اوكي لكن ما علينا، خلينا نرجع بشخصيه جيمي. معلش الا لا يا اوكي، سوي في الطالب هذا شيفت بعدين كذا، لا عفوا يمين بعدين الت يسوي الحركه هذه، يحاول يبعد عنك بس انت خلاص مسكته. الا الولد ده يبغى يضربني، خلاص كذا الولد يعتبر مات. انت ايش تبغى، تعال تعال. معلش يا اخوي معلش، انا عارف ان ده متعصب يبغى يضربني. الا خذ لك تعال. ابلع خلاص انتهى، لا تتكلم. اوكي تعال يا اخي، كل شويه الا لازم تطق معي. اوكي نرجع بنفس الحركه، بس ايش السهم يكون تحت بعدين شفت يسوي الحركه هذه، هذه حركة يعني غير الحركة اللي في الأسهم برضو. تعال 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 هذه حركة كذا. أوكي كذا عرفنا حركتين اللي هي بالشفت، اللي هي إنك الحركة اللي سويناها عشان الرجال اللي زوي سوينا زي سوينا في الولد ده. أوكي وحركة اللي سويناها قبل شوي في هذا. وش تاني عندك؟ تحت بعدين إكس انك تضحك على الولد. اوكي وعندك اكس بعدين الت انك تسوي الحركة هذه. اوكي يعني الحركة هذه هي نفسها بس انا ما ادري كيف، بس هي موجودة كده في الملف. اوكي وش تاني، الت ار، الت ار اللي هو رسل، قد سوينا الحركة هذه اتوقع حركة رسل، وسوي الحركة هذه. اوكي وفي انا رجعت الشخصية جيمي. اوكي ما ادري هو كذا مات. اوكي ستوب دقيقة ستوب، ما سويت شيء. نرجع لشخصية رسول، الت بعدين ار شخصية رسول، عندك الشفت، لا وعندك كان في حركة كنت اسويها بس انا نسيت والله دقيقة، انك لا غير كذا غير كذا ما ادري كيف كانت، شفت وار اتوقع سويت حركة جانا معلش. الزبدة انه كان يسوي حركة يعني كذا دقيقة، الا لازم اسويها دقيقة، وهذي شفت ولا الت ما ادري كيف. الزبدة كيف حالكم؟ اوكي شباب لما عشان تركبون مود الاسلحة والسكنات، تدخلوا مود الاسلحة والسكنات، المود هذا ملف الوندر حقها. اوكي تدخلون تحصلون ايزي، ادخلوا على ايزي هذا، لا تدخلوا على هذا مالكم دخل فيه ايزي، والملفات هذا تنسخوه وتحطوه في سبرينس حق اللعبة، ملف اللعبة. اوكي في ملف سبرينس حق اللعبة نفس الطريقة، وين هنا وين هذا سكريبتس عفوا اسمه سكريبتس، تدخلون تنقلون ملفين وكذا نقلنا الملف، وكذا المود يشتغل على اذا فتحت اللعبة. الحين نشوف اللعبة. اوكي شباب رجعت لكم المود، المود حق الاسلحة. اول شيء اول ما تدخل راح يجيكم الاول مود اللي هو موديل سيليكوتر، موديل اللي هو الشخصية، شخصية زوي، شخصية موسين، شخصية جاكس. اوكي شباب اذا مستعجلين تبغون تختارون بسرعة، اضغطوا حرف الات اللي في يمين او يسار راح ينزل بسرعة لما شايفين، اذا انتم مستعجلين مرة كذا يعني تبغون تطلعوا بسرعة ممكن شوي تضغط ضغطة 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 الت، ضغطة مرة واحدة بس تضغط خلك مطول عليها
يمين يسار كذا يطلع معك بسرعة. اختار شخصية اوكي بس نرجع شخصية جميل. هذا اول مود. نرجع نشوف المود اللي بعده. تضغط حرف الاكس تطالع وراء بعدين تضغط السهم اليمين عشان تنتقل للمود اللي بعده. اوكي عندك الستايل، عندك ستايل حق الكلب، وعندك تشوف كيف حق البوكسينج. طبق دقيقة يمديك تطبق نفس الحركات كمان. دقيقة شوفوا شباب إذا اخترت إذا لازم يكون ما معكم شيء في يدكم عشان تضبط المود معكم. أوكي يعني يعني بس خلي يدكم فاضية عشان تضبط المود. أوكي وش ثاني نبغى شخصية كذا. أوكي عندك هذيك حركة الموسين، ضربات الموسين تقدر تسوي حركاتهم الستايل حقهم. وهذا برضو حركة. أوكي نجي للمود اللي بعده. لا هذا هو المود اللي دقيقة البلاير. أوكي إذا تبغون ترجعون الستايل الطبيعي تضغطون على البلاير وتضغط السهم اللي تحت عشان تختار الشخصية الستايل أو الشخصية أو الاختيار عشان تختار شيء. المود اللي بعده المود الأسلحة أو السلاح. عندك المسطرة، عندك سلاح ثاني، عندك بيسبول عصا البيسبول، وعندك البيسبول اللي هي العصا نفسها الكرة نفسها ترميها على الولد كذا على شيء. عندك الفاير اللي هي المتفجرات. اوكي وعندك هذه اللي هي الصواريخ. والمهم ان هي اسلحة. اوكي المود اللي بعده المود اللي بعده عبارة عن وسيلة التنقل. وسيلة التنقل اللي هي البايك اللي هي اللهم صل على النبي السيكل او الدرجات او السيارات شيء زي كذا. هذه شوفوا سيكل 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 كلها سواكل. اوكي عندك هذه زي كذا زي ما شايفين انت تركب سيارة السيكل حق الشرطة عادي المدرس ما راح يقول لك شيء. باك شباب اعتذر برضو عن ال عارفين برضو الاهل دخل ما علينا نرجع. وسيلة التنقل المدرسين ما راح يقول لكم شيء اذا ركبت الدراجة عادي بس اذا صدمت واحد لازم يمسكوك. وعندك البوليس كار يمديك تركب السيارة برضو شوفوا بس لا تصدم انتبه. اوكي يمديك تركب السيارة يعني زبدة الموضوع ان هذه كلها وسيلة تنقل. وخلصنا من المود هذا نيجي للمود اللي بعده. المود اللي بعده ميوزك. تسمع الميوزكات حقت اللعبة تعرفوها. انا ما ادري ايش الميوزك هذا بس يلا اوكي انه هو زبدة انه هو ميوزك. ترجع للديفولت وتضغط تحت خلاص تسمع الموسيقى العادية حق اللعبة. المود اللي بعده عندك ايوه عندك الطقس. لا مو الطقس عقل هذيك الفيل الربيع وينتر اللي هو الشتاء الفصول فصل الشتاء سبرينج اتوقع الربيع ايوه وسمر اللي هو الصيف. والمود اللي بعده المود اللي بعده الويذر اللي هو الطقس ثاني اللي هو الجو مسمس مودي اللي هو تشوف الجو فجأة قلب عرفتوا كيف. رين اللي هو المطر ريني كلودي اللي هو غائم اوكي الجو غيوم كده وباسك اللي هو الجو عادي. وعندك هوركين ما ادري اتوقع زي كده اللي هو العاصفة كده جو عاصف كده. وعندك فوق فوق اللي هو ضباب بس خلاها سوني كده مشمس. اللي بعده المود اللي بعده المشنز المهمات مهمات اللعبة. شفت المهمات اللي احنا ختمناها هذيك هي تختار المهمة وتلعب عادي. والمود اللي بعده هنا الاريا الاماكن ينقلك الاماكن عندك هنا السكول اوتسايد السكول من برا السكول انسايد السكول المدرسة من الداخل زي ما تشايفين بندخل المدرسة. وعندك البويز دورم اللي هي مسكن الأولاد ومسكن البنات برضو ويعني ينقلك على الأماكن بس هذه. أوكي المود اللي بعده عندك الوقت تبغى تخلي الوقت صباح الساعة الساعة 4 5 6 7 8 في الليل هذيك مهمتها بس الوقت. أوكي والمود اللي بعده إنك توقف الساعة نهائيا يعني تبغى تسكون الساعة وقت صباح خلاص
توقف الساعة الصباح، تبغى تكون في الليل على الساعة معينة تقدر توقف الساعة بس، اوكي توقفها على الوقت هذا بس. اوكي هذه مهمتها. اللي بعده disable trouble، عندك هنا المدرسين اذا سبيتهم ولا ضغطت على اولاد صغار تقدر توقفها، تسوي disable عشان ما يقدر يلحق، حتى لو ضربته برضو ما راح يمسك، برضو زي ما شايفين برضو ما راح يمسك. اوكي هذا مش هذه المود. عندك trouble set trouble، تختار رقم بعدين تضغط تحت، في كل شوية تزيد المهم، تزيد التعصب حق الاساس. اوكي تقدر تقلها. طبعا اذا اخترتها خلاص ما راح ينزل ولا يطلع، راح يثبت ثابت، يعني المدرسين كل شوي راح يدورون عليك، فانت يعني بكيفك كذا تخليها صفر صفر. ها كذا متى هذه برضو نفس الطريقه، اين بس توقف لا ينزل ولا يطلع بس كذا عند حد معين. اوكي بس انا اوقفها نهائيا. هذه برضو نفس الكلام، هنا الاحداثيات ان وين مكانك بالضبط، وهنا الهيلث اللي هو الدم، تقدر تنقص تقدر ترفع تقدر تقتله، حاول تلحق بسرعة تزود الدم قبل ما يموت، ومو انت وبس تقدر تقتل الناس برضو، هذه تقدر تموتها تقدر تضحيها مرة ثانية، تقدر تموتها نهائيا خلاص خلاص كذا ما تقدر ترجعها مرة ثانية. اوكي هذا الدم. المود اللي بعده عندك هذه، طالع على خويك وتضغط تحت يصير خويك خلاص يفزع لك دائما، فاذا صار مشاكل شيء يقدر يفزع لك، يعني اذا هذا عندك هذا يمديك يفزع لك. اوكي المود اللي بعده تشيله كلهم، تشيلهم خلاص ما تبغى احد يفزع لك خلاص. المود اللي بعده ريموف بيت، اللي هو تشيل اي احد قدامك، تقدر تشيل اي احد قدامك. اوكي وعندك الثاني اللي هو الشخصيات، تقدر تضيف ناس، تقدر تضيف جاني، تقدر تضيف ناس، بس طبعا يا شباب اذا عطيتوا الشخصيه هذه راح يكون موجودين حتى لين الليل، كل يعني كل يوم لازم الا تحصلهم ماشيين، يعني يعني هي كانها يعني يلفون حوالين المدرسه دائما، يعني حتى لو جا الليل راح ما راح يموتون ولا مكانهم. اوكي الا اذا جاء مدرس ومسكهم خلاص يعني مات، تشيلهم زي ما شلناه قبل شويه. هذه مهمه. اوكي هذه حلوه برضو، مو حلوه. ندور على جاني وين جاني، عندك تيت قائد فريق جاكس، هذا هو تقدر تكلمه، تقدر زي اي احد. اوكي نفس الطريقه. اوه معلش لخبطت. اوكي تقدر تشيله برضو. المود اللي بعده هذه ما اعرف لها صراحه، تقدر تثبت في مكان، اذا سويت اتنشن تثبت مكانك ما تمديك تتحرك، اذا شلتها خلاص يمديك تتحرك. هنا برضو طبعا في انا اول شوفون اوبن دور، في بعض الابواب ما تنفتح زي كذا، تضغط على ما تنفتح، لكن تضغط تحت ينفتح لك. طبعا هي الروم فاضي ما فيها شيء طبعا عادي، في مهمتها انك تفتح الابواب بس. عندك الهيت بوم، الهيت كومبو اللي هي حق لازم تطالع على واحد عشان تضبط الحركة. اوكي بس هو ما يبغى يثبت ابغى اضبط الحركة بس ما تضبط. ايوه ضبط نفس الحركة حقت البوكسينج. اوكي اوه هنا مشكلة، انا اقول لكم شيء. اوكي خلنا نشيلها، ابغى شيء. اوكي خلاص كذا ما يمديك تتورط مرة ثانية مع الاسد. نرجع لموضوع الموت حق ايش كان الموت. ايوه عندك شوف اللي هي يدف اي واحد كذا، وعندك لافينج اللي هو يضحك على الواحد. والمود اللي بعده الصراحة يا شباب اعذروني اني ما عرفت هذا المود ايش مهمته ولا اللي بعده، بس عرفت اللي بعده اللي هو هذا. انت الحين واقف على سطح معين، الحين واقف على سطح الارض. اوكي تقدر تسوي اوف تطلع فوق توقف على السطح هذا خلاص، يعني ما يمديك تنزل ولا تطلع، لا بس يمديك تطلع بس. اوكي بس ما يمديك تنزل، اذا سويت اون تنزل. حتى في حركة حلوة كمان اذا استخدمت التزلج، شوفوا كيف تمشون بعدين تقفزوا بعدين تسوي حركة الاوف يطير. بس ايش سويت انا ما ادري كيف صار الحركة دي، ما علينا. اسوي الحركة مرة ثانية كذا يطير، تقدر تشوفوا المكان كيف، شوفوا كيف المكان، تضغطون اوف يرجع. اوه ما ادري كيف علقت الزبدة. انا ايش سويت انا ما اعرف انا ايش سويت،
الزبدة. المود اللي بعده خلاص هذا آخر شيء. المود اللي بعده زي ما تشوفين معلش. وهذا رجعنا للمود اللي هو أول مود استخدمناه اللي هو اختار الشخصية اللي يعجبك وبس. أوكي وبس هنا راح نوقف. وأتمنى لك سبسكرايب الكومنت كان معكم مهند أو مالجما تدوني في مقاطع جديدة إن شاء الله. بس أحب أقول لكم شيء، إذا أنتوا إذا في البداية قلنا يديك تختم الألعاب في ملفات اللي إذا حطيت ملفات خلاص كذا أنت ختمت اللعبة. فإذا تبغى تعيد اللعبة عندك شيء اسمه ريستارت هنا، تعيد اللعبة من أول جديد إذا تبغى. وإذا حبيت ترجع اللعبة الأساسية تروح الملف اللي سويناه عشان ما يعني ترجع اللعبة الأساسية. إذا ما تبغى الموت ترجع. ونسيت أقول لكم شيء كمان، إذا أنت ما تبغى الحركة هذه تبان تضغط حرف الإكس وتضغط تحت كذا يروح، ما يروح بمعنى يروح يعني كذا، ما تبغى تظهر العلامة هذه تظهر. إذا تبغى ترجع مثلا نفس الحركة تسوي إكس تحت تظهر بس. وبس هنا راح نوقف. أتمنى لك سبسكرايب الكومنت كان معكم مهند أو مهند جيمر. في أمان الله.